عبر مراحل التاريخ اليمني كله، فهذه الأحزاب لم تقدم شيئا للبلد، وكل ما كل تقدم حصل في هذه البلد هو المؤتمر، ذلك لابد من يضمنه. اليوم انا بقول لك انه عندي اعضاء يطلبون العضويه في المؤتمر عمره 16 سنه. يعني في جيل جديد، اقسم لك بالله انه الان يطالبنا بالبطاقه ويطالبنا بالانضمام للمؤتمر من جيل عاش على ما طرحوه واقتنع بتجربتهم وعادوا لسه ما شافش الزعيم. نعم. استاذ علي، في ظل هذه الذكرى يعني، وفي ظل ما يعيشه الوطن من أحداث مؤسفة، من احتراب داخلي، من وضع اقتصادي ومعيشي متردي، ما الذي يجب على القوى المتصارعة القيام به، خصوصا أن المؤتمر ما يزال المبادر إلى مد يده للحوار، للجلوس على طاولة الحوار، للخروج بكلمة سواء تنهي هذا الاقتتال؟ حقيقة نحن نرى بأن الكثير من القوى الآن عادت لتعقد التحالف، مثلا نحن في تعز، يعني الكثير من القوى الآن عادت لتعقد التحالفات مع المؤتمر، وهذه التحالفات نتيجة لخيبة الأمل التي عاشتها، لأنها دخلت الصراع، دخلت البلد في صراع، وسقطت الكثير من المعايير التي كان الناس يحترموها لأجله. الكثير من الأحزاب الآن في تراجع، لكن لا زال البعض منذ أمراء الحرب وأصحاب المصالح في بعض هذه الأحزاب يرى أنه لم يكن الأول، لأنه في مكاسب تدار على أشخاص معينة، أما قواعد الأحزاب وما تلقى منها فهي ترى بأن المؤتمر كان الصواب وأن قادتها كانوا هم على خطأ.